بعد ما حطينا الزبدة رح بلش أول شيء بنصف كوب البصل، رح نقليه لحتى يصير اللون تبعه قريب للون البينك. طبعا لمعلوماتكم هدول المقادير مقادير لشخص واحد، يعني أنا عم بعطيكم إياها بأسهل طريقة كرمال وقت اللي بدك تقوم أو وقت اللي بدك تقومي تعملي وجبة لحالك تاخدي هدول المقادير وتكوني هيك ضمنانة أمورك بالسليم. وهلأ البصلات استوى، رح حط الجاج 200 جرام مثل ما خبرتكم، مبهرتهم بملح وفلفل. هلا صار فيني احط الكوسة والبروكلي رح خلطهم شوي وبعدين رح ضيف عليهم الكوكينج كريم مع الحليب كرمال تتعقد الكوكينج كريم والحليب ويعطوني قوام متناسق، لأن آخر خطوة رح ضيف الباستا. وهلأ لو تشوف الألوان قديش حلوة ولون الأخضر هيك طاغي بالطنجرة، رح حط الكوكينج كريم والحليب مثل ما خبرتكم، بستنى عليهم دقيقتين ثلاثة كرمال يتعقدوا مع بعض. آخر شي رح حط الباستا والبهارات اللي خبرتكم عنها. طبعا لو تشموا الريحة على عيني. هلأ آخر شي بما أنه تعقدت الصوص رح حط الباستا، خلطها شوي. هيك خلصت طبختنا والريسيبي تبعيتنا، صار بس دور انه نتذوق الريسيبي ونشوف الطعمة قديش طيبة. جربوها خبروني شو رأيكم بالريسيبي.